خلينا نبدأ مع حضراتكم حلقتنا ونطمن على حالة الجو. النهاردة بيتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بمعدلات تتراوح بين من 4 لـ 5 درجات مئوية، حيث يسود طقس مائل البرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. دلوقتي نستعرض مع حضراتكم بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على عدد من محافظات الجمهورية، والبداية كالمعتاد من العاصمة القاهرة اللي العظمى فيها النهاردة الخميس بتسجل 30، أما الصغرى 18، اسكندرية 24، 16، الإسماعيلية 30، 18، الغردقة 37، 24، المنيا 32، 18، سوهاج 34، 21، وأسوان 42، 24. ده بالنسبة لدرجات الحرارة، لسه في فرق زي ما احنا شايفين بين العظمى والصغرى أكتر من 10 درجات، فخلي بالكم بالليل الجو بيكون برد. خلينا ننتقل مع حضراتكم لعدد من العواصم العربية والعالمية، والبداية من العاصمة السعودية الرياض اللي العظمى فيها النهاردة بتسجل 40، أما الصغرى 27، أبو ظبي 38، 29، أنقرة 20، 11، لندن 19، 11، واشنطن 22، 12، وباريس 18، 8، وأخيرا بكين العظمى فيها النهاردة 29، أما الصغرى 14. طيب بعد ما بنعرف درجات الحرارة، أعتقد حضراتكم بقى عرفتوا، دايما كده بنحب نتنشط معاكم ونلعب شوية تمارين رياضية خفيفة على الصبح علشان نحافظ على صحتنا.